وفي ذي قار اشتكى أهالي مدينة الصدر من تحول مدرسة مهجورة إلى ملتقى لتجارة المخدرات ومرتع للفساد، فضلا عن مكان لممارسات لا أخلاقية. وأشاروا إلى أن المدرسة باتت مأوى للكلاب السائبة التي عضت وقتلت الكثير من أبناء المنطقة، وسط تجاهل الجهات المعنية للمناشدات بإكمال بناء المدرسة وهدمها بشكل نهائي. تفاصيل أوفى في تقرير راسم كريم. هذه البنايات المهجورة أصبحت مصدر رعب لأبناء مدينة الصدر، لأنها ملتقى لتجار المخدرات والأشخاص المشبوهين، ويتم ممارسة شتى أنواع الرذائل فيها بحسب الأهالي. المنطقة مدينة الصدر قرب السوق، المدرسة أبيع المنطقة بها عصابات، حتى من تجي بثناء الليل تلقاهم مجاميع كل أربعة خمسة سوا، تنتهي المجاميع هاي حد الساعة 2 تجي مجموعة ثانية تكرمون، وهي الحيوانات كلاب، يعني هنا عضت ناس كتت ناس كلاب، يعني ما حد يقدر يمر على الوحد إلا بيد عصا إلا بيد سلاح. إحنا جاي نطلع هسه الصبح بالأربعة ما نقدر نتخلص من الكلاب هاي اللي بيها موجودة، الساعة بالستة تلقى بعد أنواع من نطول الجو بيها حالات مو طبيعية وحالات لا أخلاقية وحالات دعارة وحالات يعني ما نقدر نحشي عليها. ومطالبات عديدة من قبل أبناء مدينة الصدر إلى الحكومة المحلية بإكمال هذه المدرسة، لأن المنطقة بأمس الحاجة إليها، وأما إحاطتها بسياج محكم لمنع تجمع الأشخاص المشبوهين داخلها. أوجه رسالتي إلى الجهات الأمنية، المدرسة هاي مدرسة البكر بال76 انبنت وتفلشت وانعادت مرة ثانية وبقت فترة طويلة ما انعادت، فصارت مرتع للمخدرات وللواطة والكل شيء، يعني فساد مو يم الهاتشي، واحنا بالمنطقة وقامت تأثر علينا، والمطلوب من الجهات الأمنية أما ستها أما يكملونها هذا الموضوع كله. المدرسة لا هم مكملينها للعالم ولا هم قالين ماك مدرسة، يفلشونها يسيجونها يخلون بها دورية تابع، انت تعال بعد شوية وشوف المعاناة اللي بيها. ويعد قرار حظر المشروبات الكحولية في البلاد هو انتهاك للحريات الشخصية أو المدنية، الذي جعل من تجارة المخدرات رائجة لرخص ثمنها وسهولة الحصول عليها. لقناة دجلة الفضائية راس الكريم، الناصرية.